لا أشعر بأي شيء حالياً، لا يوجد بداخلي ما أشعر به، لا أستطيع أن أتحدث عما بداخلي. اليوم استنشقت الهواء ورأيت الشمس، فقد أتعود على ذلك مع الأيام المقبلة. هذه الكلمات لو سمعناها في رواية أو ربما مسلسل لظننا أنها كلمات مبالغ فيها، لكنها حقيقة في فلسطين. هي كلمات لكريم يونس الذي كان على موعد مع الحرية اليوم بعد 40 عاماً من الأسر في سجون الاحتلال. اعتقل بعمر 22 عاماً وخرج اليوم وهو في 62 في ظروف قاسية لا يتحملها أحد، بعد أن وجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء إلى حركة فتح وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وقتل جندي إسرائيلي. ليبقى السؤال، أستطيع العقل البشري استيعاب 40 عاماً خلف القضبان؟ منذ لحظة الإفراج عن كريم ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة ضجت بهذا الخبر ليتم تداول العديد من الفيديوهات لأجواء الفرح والاحتفال بحريته رغم تحذيرات الاحتلال من هذه المظاهر، خاصة أن السلطات الإسرائيلية تركته وحيدا في الشارع في الساعات الصباح أو في الساعات من الصباح الأولى، وطلبت منه أن يتدبر أمره، فاتصل بعائلته التي كانت تنتظره أمام المعتقل، وكل ذلك تحت هاشتاج كريم يونس. لنشاهد البعض من هذه المقاطع وبالتأكيد نعود إليكم. ومهما طال الظلم لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.